ألف سرزة وشرزة معي علي لقمان دير هكذا حدثنا الرشد. في قطار آخر كلما توجهت نحو محطة القدم في دمشق أصل إلى القطار في اللحظة الأخيرة، ويا ما تأخرت وفاتني القطار، ومرة تأخرت نصف ساعة من شدة الزحام وبعد المسافة، لكنني تابعت إلى المحطة في التاكسي لأقطع التذاكر ليوم الغد، وإذ بالقطار واقفا ينتظرني، فأحسست كمواطن بأهميتي، بينما في حلب يختلف الوضع معي، إذ أنني دائما أصل مرتاحا وقبل الوقت ببحبوحة من الدقائق، ذلك أن محطة بغداد شأنها شأن الكثير من محطات القطار في العالم كائنة في مركز المدينة، كما أنه مثل باقي محطات العالم تتميز ببناء قديم جميل يذكرك بالعصور الذهبية للقطار، فمحطات القطارات تجمل مراكز المدن بشكلها وحركتها أيضا. وعندنا في الشام محطة القدم البعيدة أولا وغير الجميلة ثانيا بسبب طغيان البناء الحديث، وما أدراك ما البناء الحديث على شكلها، فما بقي من قديمها سوى بناء واحد غير واضح المعالم، حتى محطات بلا لون أو خصوصية تتشابه مع بعضها البعض من دمشق إلى حلب، مبنية حسب ذائقة أسوأ المهندسين وأكسلهم في مادة العمارة، ولكنك عندما تصل إلى حلب فإن روح القطار تعود إليك وأنت تدخل المبنى القديم الجميل، وبدخولك المحطة تدخل المدينة إليك، لأنك صرت الآن في مركزها وليس على طرف بعيد من أطرافها، فالقرب للقطارات والبعد للمطارات. انظر إلى محطة الحجاز في دمشق، ما أجملها. عفوا معناها في محطة وسط البلد، هي بعض ما تلسانك قلت أنه محطة الحجاز حلوة وبنص البلد كمان بقى لشو هالخردقة كلها. أهلين، الظاهر أنك سائح يا أخي، لأنه محطة الحجاز مو شغالة حتى أنها فاضية، ما فيها ولا قطار، مثل عربة المطعم اللي ما فيها أكل بالترين سيت تبعنا. سيت داون حبيب، سيت داون، هذا محلك، أنا محلي بغير عربة، بل ربما في قطار آخر. فهمت شي؟ هكذا حدثنا هردمشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.